تمام. نروح بقى لجولتنا في كل انحاء العالم. خلينا نبدا مع هال سيتي والثلاثي المصري المحمدي وجده وفتحي. هل تم تاجيل حلم الصعود للبريمير ليج ولا ايه الاخبار بالظبط؟ طبعا يمكن هال سيتي فقد نقطتين مهمين جدا الاسبوع ده. كان عنده مباراه على ملعبه مع بريستول سيتي. كانت بريستول سيتي على فكره هو الفريق الوحيد اللي ضمن الهبوط، يعني هيهبط من الدرجه الاولى اللي هي في انجلترا للدرجه الثانيه. فكانت المباراه الى حد تعتبر سهله على الورق، وكان متوقع ان هال سيتي يفوز فيها ويحسم الامور بالنسبه له، لكن تعثروا بالتعادل بدون اهداف. فجده شارك في المباراه دي رغم ان الناس اتكلمت عن اصابته وان هو ما ينفعش يشارك، لكن ستيف بروس المدير الفني دفع بيه اساسي في المباراه مع احمد المحمدي، لكن اتعادلوا سلبيا. الناحيه الثانيه طبعا قدر واتفورد ان هو يفوز 4-0، فبالتالي الامور يعني تاجلت شويه، بقت اصعب شويه، بس ما انتهاش الحلم لسه. لا لسه هم محتاجين 3 نقاط من ماتشين، يعني هم فاضل لهم ماتشين. لكن بالنسبه لواتفورد بس عشان الساده المشاهدين فاهمين القصه، ممكن يعني هل سيتي هيبقى بعيد عن موضوع الدوره المجمعه اللي ممكن تاهل منها للصعود للبريمير ليج ولا هيصعد مباشره؟ فريقين بيصعدوا مباشره. كارديف سيتي ده ضمن خلاص الصعود، المركز الاول ضمن الصعود. المنافسه حاليا ما بين هال سيتي وما بين واتفورد على المركز الثاني، هم دول الفريقين. لو لا قدر الله حصل حاجه لهال سيتي هيخش في الدوره الفاصله بالظبط، من الثالث للسادس هيلعبوا دوره فاصله عشان فريق واحد يصعد، فريق واحد اللي هو يكون الثالث بقى، يعني الاول والثاني يصعدوا مباشره، ومن الثالث للسادس هيصعد منهم واحد. كمان في برايتون اللي بيلعب فيه ادم العبد برده مدافع مصري مع الجنسيه المصريه ولعب في المنتخب، كسب بلاكبول 6-1 ودلوقتي حاليا في المركز الرابع وليه فرص كبيره ان هو يخش الدوره الفاصله. طبعا ملوش امل يصعد مباشره، لكن غالبا هيكون موجود في الدوره. فنتمنى ان شاء الله، يعني هل سيتي فاضل له 3 نقاط ماتشين، لو حقق فوز واحد من الماتشين دول يضمن الصعود مباشره. لو واتفورد حتى بشكل نهائي بشكل نهائي لو فوز واحد من الماتشين دول يصعد مباشره، ما ينتظرش الدوره الفاصله.